هل تتوقع ان الاهلي هيرجع يلعب كاس مصر والسوبر بعد قرار الاهلي ما بيرجعش في كلامه. الاهلي بس طالما هو الاهلي طلب طلبات قال لك ما اتنفذتش. راح لجنه الحكام. اوكي لجنه الحكام راحت النهارده. وقال على حته محمود عاشور. لا هو برضو يعني هي كده متساويه. لا هيلعب خلاص ما رحل بقى. يعني هو الراجل هو كان المفروض من شهرين ثلاثه كان لازم اتحاد الكره يتدخل ان عصام عفو. مش عشان وحش هو راجل محترم بس مش تخش عند بقى. بس عشان تعين محمود عاشور النهارده دي لا ده عند. لو انت بتحب البلد وعدم الفتنه اعمل وشك كده ومش لازم هتقول لي عشان اسانده صح ولا غلط. لا ثلاث ارباع قال الكره جول.